حد في سؤال في اللي فات قبل ما نبدأ نكمل؟ أتمنى على الأقل من اللي بيحضروا إنهم فعلا يذاكروا أول بأول، ما يسيبوش الحاجة لآخر لقبل الامتحان، يعني عشان هيفاجئوا إن الكورس كبير. أما لو بتحضر بعد كده بتروح تراجع، ولو عندك أسئلة بتكتبها تاني محاضرة بتسأل فيها، ده يبقى إيه أحسن حاجة. طيب هنفكر نفسنا قبل ما نخش في الكاري سيف ملتبلاير بالاري ملتبلاير اللي شفناها آخر مرة. الاري ملتبلاير قلنا إن بيبقى عندي partial products ببقى عايز أجمعهم، كل واحد في الليفل اوف سيجنيفيكانس بتاعته، يعني في الباور بتاعته، في تو ذا باور 2، في تو ذا باور 4، في تو ذا باور 8. الويت بتاع كل خانة لازم يتجمع في نفس الخانة، وعشان كده محتاجين نحافظ على الشكل ده، تمام؟ عشان يبقى زي الشكل ده، فدول لازم يتجمعوا في نفس الخانة، دول لازم يتجمعوا في نفس الخانة، الأربعة دول لازم يجمع، زائد طبعا الكاريز اللي جاية من إيه؟ من الخانة اللي قبلها، فده المنطق. ففي الـ Array Multiplier طبقنا الـ Multiplication زي ما بنعمله على الورق بالظبط، ولقينا إيه؟ لقينا إن عندي Multiple Passes على حسب همشي إزاي، بس أيا كان الـ Pass اللي أنا همشي فيه ده النتيجة. لو الصم أكبر من الكاري دي النتيجة، لو الصم أكبر من الكاري، عشان تفرق إيه الصم أكبر ولا أصغر، عشان نفكر نفسنا تفرق دي، أنا ههتم بالصم ده ولا بالكاري اللي طالع من هنا، في هنا كاري، أهتم بالصم ولا الكاري. إنما الباسز لازم هعدي على عدد معين من الصم يساوي عدد الروز ناقص واحد، وكل نقلة للصف اللي تحت باخد تي صم، وكل نقلة من اليمين للشمال باخد تي كاري، فلازم هيبقى نفس العدد أيا كان الباص اللي أنا خدته. المشكلة في إيه؟ لو عندي حاجة بالشكل ده هأوبتمايز أنهي سكة؟ دايما بيبقى في اللوجيك يفضل يبقى عندنا كريتيكال باس واحد، وحاول بقى اوبتمايز السايز بتاعه واخليه سريع، عشان هو اللي هيحكم لي الايه الديلي. طيب في الحاله دي مفيش كريتيكال باس واحد، انا محتاج اوبتمايز كل الباسز عشان احسن الديلي. فواحد فكر تفكيره ظريفه قوي اسمها ايه؟ كاري سيف مالتبلاي. ايه الكاري سيف دي؟ سيبك من الاسم دلوقتي يعني، بس افهم الفكرة. بيقول فكرة بسيطة جدا، بدل ما هاخد الكاري على الادر اللي على شمالي في نفس الرو، هاخده على الادر اللي شمالي في الرو اللي تحته. تفرق؟ ما تفرقش حاجة، صح؟ طالما الكاري راح من الكولوم ده للكولوم اللي على شماله يبقى خلاص، يبقى انا بقى شغال صح، سواء في الرول اللي فوق في الرول اللي تحت، المهم انه يتجمع في الكولوم ده عشان ايه نتيجة الصم تطلع مظبوطة. فحسابيا هي هي، بس الميزة في ايه بقى؟ طيب شوف معايا، لما الهاف ادر دي اللي هي الاولانيه ادت الكاري للي تحت، اللي تحت بقت فول ادر مش هاف ادر، صح؟ ما دي كانت بتجمع
البارشال برودكت ده مع الايه الجمع اللي من الرول فوق، مفيش كاري انبوت، فدي بقت فول ادر بدل هاف ادر، بس قصاد كده دي بقت هاف ادر صح، مش هتجمع الكاري ده، هتجمع الاتنين دول بس، نفس الكلام دي بقت هاف ادر تمام. هتقول لي طب واللي تحت، اللي تحت دي كانت اصلا فول ادر، اقول لك صح، بس بدل ما هتجمع الكاري من اللي على يمينها مباشرة هتجمع من اللي يمينها فوق دياجونال كده، فده الخط ده الكاري ده بدل الكاري ده، كان ساعتها ده اللي بيجي هنا، فبرضه طب ودوت يعني ما اتحسبش؟ لا اتحسب في الرول اللي بعده، فالموضوع ماشي سليم. طب نيجي على آخر واحدة، آخر واحدة هنا كنتوا تفتكروا إيه؟ كان عندي هاف ادر بتجمع اخر بارشال برودكت من هنا مع الكاري، طب ده دلوقتي الكاري مش هيجي هنا، يبقى انا مش محتاج اصلا ادر صح، يبقى هنا انا مش محتاج هاف ادر حتى، لا هجمع 1 بت، يعني ايه يعني تنزل زي ما هي نزلت هنا، خلي بالك لازم تنزل في الويت بتاعها نفس الكولوم بتاعها، هتروح فين؟ هتروح هنا، المفروض انا الفول ادر دي كانت بتجمع كاري اللي جاي من هنا و البارشال برودكت ده والصم اللي جاي من الهاف ادر اللي فوق، طالما بجمع حاجة على زيرو الصم هو هي نفس الحاجة، لو هجمع A بلس زيرو هي A، فالبيت تنزل زي ما هي هنا مكان الصم بتاعها، نفس الوضع هيتكرر هنا، ويبقى انا مش محتاجها، كانت فول ادر كمان مش محتاجها، ليه؟ ان انا دي مش مطلعه كاري اللي كان هيجي يجمع، ودي مش مدخله كاري اللي كان هيجي يجمع، كاريز نزلت لحد، فيبقى انا بالطريقه دي وفرت في كل رو 1 ادر صح، الادر الاخرانيه طارت هنا كل رو، وهنا دول للاسف بقوا فول ادرز بدل هاف ادرز، بس صح كده دول بقوا هاف ادرز بدل فول ادرز، هتقولي لا بس انت هتيجي تتزنق في حته، اقول لك صح، اللي هي ايه اللي هي في الاخر انا عمال اباص الكاري دياجونالي للرو اللي تحت مني، طب حاجة بقى في اخر رو هجمع ازاي، اخر رو اهو كان المفروض اجمع ده على ده على ده صح، طب ده انا عندي كاري جاي من هنا وكاري جاي من اللي فوق، اجمع مين فيهم، هتزنق بقى في اخر رو فعلا ومش هعرف اجمع، بس قصاد كده هعمل ايه، ما هو ملهاش حل غير ان انا ازود رو تاني اجمع فيه الكاريز الزياده، يبقى الصم هجمع الاول الكاري اللي جاي لي دياجونالي مع البارشال برودكت مع الصم اللي جاي من الصف اللي فوقي، والصم بتاعه هجمع عليه الكاري بتاع اخر رو زي ما انت شايف هنا، يبقى انا زودت صف بحاله، زودت هنا ايه اديشنال رو عشان يجمع ايه الكاريز اللي جايه دياجونالي مع الفاينل ايه صم بتاعت اخر رو، دي هسميها ايه فيكتور ميرجنج ادر، اللي يفرق الرو ده عن الروز اللي فوقه، الروز اللي فوقه بتاخد بارشال برودكتس، ده ما فيهوش partial product تمام، الروز اللي فوقه الكاريز بينزل diagonally، ده اخر صف الكاري مش هيروح diagonally، هيمشي عادي زي الريبل ادر من اللي significant bit للبيت اللي جنبها للبيت اللي جنبها لحد ما يخلص، اوكي طيب.
فهمنا الفكرة بتاعة الراجل؟ لسه ما نعرفش حلوة ولا وحشة، بس ايه، فهمنا الفكرة. يبقى لو عندي هنا زي ما قيمنا المرة اللي فاتت ام بيتس للمالتيبليكان وام وان بيتس للمالتيبلاير، هيبقى عندي ان روز مش ان ماينس 1، وهيبقى عندي ايه، ام ماينس 1 ادر في كل رو، بدل ما التانية كان ام ادر في كل رو. طيب تعال نشوف مزاياها وعيوبها. هل انا وفرت فالهاردوير في المثال ده؟ أنا عندي 4 هاف أدر، اللي فات برضو كان 4 هاف أدر، 3 دول واحدة، كان عندي التوتال 12، أنا برضو التوتال 12، ما وفرتش في الهاردوير، ما وفرتش في الهاردوير، ومش ده هدفه. طيب تعالى احسب الديلي، تعالى احسب الديلي. بنحسب الديلي ازاي؟ تسلسل الحسابات. البارشال برودكتس اول حاجه بتتحسب بعد ديلي 1 اند جيت، كل الاسهم اللي مش جايه من الحته دي دول البارشال برودكتس بعد تي اند هيكونوا جاهزين. ايه اللي يحصل؟ انهي others اللي هتبدأ تحسب؟ هل دول؟ لا، ده دي مستنية دي مستنية دي. هل دي؟ لا، ده دي مستنية دي ودي. طب هل دي؟ لا، ده دي مستنية دي ودي. طب هل دي؟ تمام، دي مستنية البارشل برودكتس وتحسبوا، ودي مستنيه البارشال برودكتس وتحسبوا، ودي مستنيه البارشال برودكتس وتحسبوا. يبقى الثلاثه دول هيبداوا الحسابات الاول. واحد هيقول لي طب خد دي معاهم، هقول لك لا، ما دي مستنيه الكاري من دي. فيبقى اول حاجه هتبدا تحسب بعد الاند جيتس هما الايه، اول رو من فوق. ارجع كده المحاضرة اللي فاتت وشوف تسلسل الحسابات في التانية كان شكله ايه. هنا أول رو هيبقى جاهز يحسب مع بعض in parallel التلاتة دول. بعدين ايه اللي يحصل؟ الصم والكاري يبقوا جاهزين. أول ما الصم والكاري يبقوا جاهزين الرو اللي بعده يحسب برضو in parallel. ده مستني الكاري ده ومستني الصم ده، ده مستني الكاري ده والصم ده، ده مستني الكاري ده. تمام، يبقى بعد ديهم تاني روح هيحسب، بعد اول روح ما خلص تاني روح يبدا يحسب القيمه النهائيه. زي ما فهمنا قبل كده هو بيقعد يحسب من اول ما دخلت له الباور اون، بس احنا بنتكلم حساب القيمة النهائية المظبوطة، فعشان كده هو مستني دي. هو حسب أول ما شغلت، أول ما اديته كهرباء حسب، بس مش هي دي الفاينل، مش هتبقى فاينل إلا لما يحسب الانبوتس المظبوطة. الانبوتس المظبوطة مش هتيجي غير بعد ما الرول اللي قبله يخلص. يبقى الرو ده يخلص، بعدين الرو ده يخلص، بعدين الرو ده يخلص، بعدين ايه؟ الرو ده يخلص؟ لا، الرو ده ريبل ادر. بص دي مش مستنيه اللي فوق بس، لا ده مستنيه الكاري اللي جاي لها من على يمينها. في اللي فوق لا، هي مستنيه الرو اللي فوقها، انما هنا مستنيه ايه؟ كمان الكاري اللي جاي من على اليمين.
فيبقى الهاف ادر دي اللي بعد ما الروضه يخلص، الهاف ادر دي اللي هتحسب الاول، تطلع الكاري، يقوم الفول ادر دي تحسب، تطلع الكاري، تقوم الفول ادر ده يحسب. يبقى اخر حاجه هتتحسب ايه؟ اخر حاجه هتتحسب ايه؟ الصم والكاري بتاع اخر فول ادر على الشمال في الفيكتور ميرجنج ادر في اخر رول تحت، صح؟ طيب تعالى عشان تحدد الكريتيكال باس وتحسب الديلي بنمشي بالراجع. احنا بقى بنشوف تسلسل الحسابات من اول من الانبوتس او من بدايه الحسابات لاخرها، وبعد كده بالراجع بنحسب الايه الديلي والكريتيكال باس. يبقى اخد الصم ولا الكاري؟ اقول لك ما تشغلش بالك، افرض الاثنين قد بعض، افرض الاثنين ايه قد بعض، وخد يا سيدي الكاري. ماشي، مش فارقه يعني، لو قلت لك حاجه غير كده برضو نفس ايه التسلسل، فهختار واحد من الصم ولا الكاري. فاخترت المره دي ايه الكاري، المره اللي فاتت انا اخترت الصم، المره دي بنوع اخترت الكاري. ماشي، يبقى عندي الكاري ده تي كاري، وده مستني مين يحسب؟ مستني اللي فوق ولا مستني دي؟ حد يقدر يقولي؟ الفول أدر اللي على يمينه، مستني اللي على يمينه مش اللي فوق، مش من الرول اللي قبله. ليه؟ الرول اللي قبله خلص، وبعدين الهاف أدر دي اشتغلت، وبعدين دي اشتغلت، وهو قاعد مستني دي تديله الكاري. دي الكاري اللي من الرول اللي فوقه جه من بدري، بس هو مستني ده. تمام، يبقى خلينا بقى ايه نجيب القلم ونحسب. يبقى انا اول حاجه تي كاري ده، وبعدين ده، صح؟ طب والفول ادر دي مستنيه ايه؟ الفول ادر دي مستنيه ايه؟ مستنيه الهاف ادر، صح؟ ما بعد ما دول خلصوا دي اللي حسبت، عشان دي تبقى التلاتة انبوتس بتوع حاجه، دي تي كاري كمان. طب والهاف ادر دي مستنيه ايه؟ مستنيه الصم والكاري. قلنا لك الاثنين قد بعض، طيب فخد الكاري. طيب والفول ادر دي مستنيه ايه؟ مستني برضو الصم والكاري، الاثنين قد بعض، خد الكاري. طب والفول ادر دي مستنيه ايه؟ الصم ده برضو والكاري، وده مستني ايه؟ مستني الاند جيت. يبقى اقدر اقول ان الديلي بتاع الكاريسيف مالتبلاير عبارة عن تي اند زائد ان ماينس 1 تي كاري، ادي عدد الروز هو ان، التي كاريز اللي بينهم ان ماينس 1 دول هم اللي مشي دياجونال. اوكي، زائد ام ماينس 1 تي كاري اللي هم في مين؟ اللي هم بتوع الفيكتور ميرجنج ادر.
مش مصدقني عدهم. ادي 3، 1 2 3 اللي هما n ماينس 1، وهنا 1 2 3، ما تنساش ده. تمام، يبقى m ماينس 1. متفقين؟ متفقين. طيب لاحظ حاجة، ان ده الديلي اللي بالشكل ده واحنا بنحسب ما لقيتش غير باس محدد اللي انا علمته بالاحمر ده. هل في other passes؟ هل ممكن ابقى ماشي هنا مثلا؟ لا. واحد هيقول لي اصل ما انت اخترت ان الكاري وما مشيتش ورا الصم، ما انا لو مشيت ورا الصم كان ممكن اجيب باس تاني. اقول لك صح، اقول لك صح، بس لو الصم اكبر ومشيت ورا الصم هطلع برضو 1 باس. هطلع ايه؟ 1 باس. اللي هو انهي؟ لو انك تمشي، بس مش عايز الخبط الصورة، ممكن الونه بلون تاني. انك هتمشي بقى كده، تمام، وبتجري طبعا هيبقى ده الصم، ماشي، وهتمشي هنا ده الصم، وبعدين تمشي كده دي صم، وبعدين مضطر تاخد ايه؟ تي كاري والاند بتاعتك. طيب ستيل انت عندك باس واحد مش اكتر من باس، وبين التو باسز في الجزء ده مشترك. فيبقى ده الميزة الأساسية للكاري سيف مالتبلاي، نبقى عندي 1 كريتيكال باس مش مالتيبل باسز زي الاري مالتبلاير. ميزة ان عندي 1 كريتيكال باس ان اي كان اوبتمايز ات، ممكن افكر واحسن الديلي بتاعه. طب ازاي هنا في الكاري سيف مالتبلاير نقدر نحسن الديلي؟ القدر الأخير ده اللي سميناه فيكتور ميرجينج قدر، ده ما هو إلا ريبل قدر، صح؟ ده ريبل قدر. طب ما أنا اتعلمت إزاي أوبتمايز الريبل قدر المحاضرة اللي فاتت. أعمل كاري باي باس، أو أعمل كاري سيلكت، أو أعمل كاري لوك أهيد، كل دول سرعت بيهم الريبل أدر. يبقى أنا هعبر عن ال delay إنه تي أند زائد إن ماينس 1 زائد تي فيكتور ميرجينج أدر، تمام، ودي I can use advanced method عشان أحسنها من اللي أنا درسته قبل كده. بدل ما هي الريبل ديلي اللي هو ام ماينس 1 تي كاري، ده الريبل، لا ده انا ممكن احقق حاجات احسن من الريبل زي ما اتعلمنا في الباي باس وفي الايه وفي الكاري سيلكت والكاري لوك. يبقى نقدر نلخص ايه ميزه الكاري سيف مالتبلاير؟ عندي 1 critical path، دي الميزة. إن عندي تاني ميزة إن I can optimize ال vector merging others other using ال إيه ال other optimization techniques زي ال carry bypass وال carry select وال carry look ahead. دي تاني ميزة.
دي ميزة ودي ميزة تانية. حد عنده سؤال؟ جميل. تعال شوف وول ستري. وول ستري ده فكرة مختلفة خالص بقى. الراجل قال لك ايه؟ انا عندي الهاف ادر اقول لكم على حاجة بس صغيرة عشان برضو نلحق نخلص الحاجات التانية لانها مهمة. الولا ستري ملتبلاير هيبقى سيلف ستادي ومش داخل في الامتحان. هديكوا عليه assignment ومش داخل في الامتحان. بس السيلف ستادي ذاكره وعندك أسئلة ناقشها معايا في المحاضرة اللي جاية. حد عنده اعتراض؟ أنا بقلل من عليك في أي امتحان آخر السنة. في نفس الوقت من ناحية بقى سيلف استادي والاساينمنت انت محتاج تنمي سكيل ان انت تقرأ الحاجة وتفهمها. يعني الطلبة اللي معايا في المشاريع او يعني مع اي حد في المشاريع بتبتدي لازم هي بتعلم نفسها في حاجات كتيرة، يعني مش قليل. تروح تقرأ عن الموضوع و تفهمه وترجع تناقشه مع الدكتور وتروح تقرأ مثلا هتنفذه ازاي والناس عملت ايه قبل كده وترجع تناقشه. ف انك تاخد حاجة سيلف ستادي دي ما هياش عيب قوي يعني خالص. طيب جميل. هنتكلم دلوقتي على الشيفترز. ازاي اقدر اعمل شيفت؟ اول فكرة ان استخدم الباس ترانزستور لوجيك. يعني ايه شيفت؟ خلينا برضو ايه نفتكر كده مع بعض. يعني ايه شيفت؟ بيبقى عندي ايوه بتقول المالتبلاي باي 2 او 10 على حسب البيز. يعني زي ما انت بتقول ان انا مالتبلاي باي 2 او 10 على حسب البيز. هي دي بتقول لنا الإفكت بتاع الشيفت. حلو. وممكن يبقى ديفايد على حسب هشيفت يمين ولا شمال. بس تعالوا نشوف الأول يعني إيه الشيفت. يعني مثلا أنا عندي A 3 A 2 A 1 A 0 4 بت فيكتور. لازم يبقى فيكتور ماشي، وله مدلول كرقم. يعني الأربعة بيتس دول جنب بعض يعملوا رقم ماشي. واعمل شيفت، شيفت ليفت. خلي بالك انا مرتبهم ازاي. الموست سيجنيفيكانت بيت على الشمال واللي سيجنيفيكانت بيت على اليمين. لو عملت شيفت
ليفت يعني ايه ليفت؟ يعني كده يبقوا ايه؟ 1 بيت الاي 3 تطير صح؟ يبقى ايه 2 ايه 1 ايه 0. طب ومكان الزيرو احط ايه؟ مكان الاي 0 احط ايه؟ احط 0. ده كده اسمه ايه؟ شيفت ليفت. كده كأني خدت الرقم ضعفت السيجنيفيكانس. البيت A0 دي كانت الويت بتاعها ب1 بقى الويت بتاعها 2، البيت A1 كان الويت بتاعها ب2 بقى ب4، بيت A2 كان الويت بتاعها ب4 بقى ب8. فكده كأني ضربت في 2، ضربت في البيز بتاعتي زي ما زميلتنا شاطرة قالت. طب هتقول لي ده لا ما اسري طارت الرقم باظ، اقول لك صح، لازم اخلي بالي لو انا بعمل شيفت ان يبقى ايه ما طيرتش جزء من الرقم، والا هبقى ما ضربتش فعلا في 2. لازم يبقى الاول مجموعه من الموست سيجنيفيكانت بيتس صفار عشان ابقى ضامن ان انا ايه لما هشفت يبقى هضرب فعلا ومفيش حاجه هتطير من الرقم. اوكي طيب جميل، يبقى دي كأن ايه multiply by 2. طب ده تعال نشوف shift right تبقى شكلها ايه. هاخد ده اشفته كده يبقى ايه زيرو وهي اللي هتطير، يبقى مكانها A1 و A2 هتروح مكان A1 سوري و A3 هتروح مكان A2، وايه اللي هيخش مكان A3 صفر. يبقى كده انا كأني قللت الويت بتاع كل بيت النص صح؟ A1 كان الويت بتاعها 2 بقى 1، A2 كان الويت بتاعها 4 بقى 2، A3 كان الويت بتاعها 8 بقى 4. يبقى كأني قسمت الرقم على 2. بقى بلا ملتبلاير بقى بلا كلام فاضي. ممكن استخدم الشيفتر عشان اعمل ايه؟ الضرب او القسم. بس طبعا ايه؟ انا بهزر، الملتبلاير مفيد لانه بيحسب كل ده مره واحده، انت هتعملها تايمز 2 عشان تحقق كذا مره عشان تحقق الملتبليكيشن بتاعك، انما الملتبلاير بيضرب في الرقم ويطلع النتيجه مره واحده. عشان كده الجي بي يوز بتبقى مليانه ملتبلاير. ليه؟ لانه محتاج لو هيقعد يستنى على كل ملتبليكيشن انه يحسبها على كذا خطوه مش هيخلص. طيب الجي بي يوز يعني الجرافيكال بروسيسور يونتس. طيب هنا نحقق الكلام ده ازاي؟ كده فهمنا الشيفت. طب تعالى بس عشان ايه نبقى برضو قفلنا الموضوع ده بالمره، في حاجه اسمها روتيت. ده كده شيفت. طب روتيت بقى في الروتيت البيت اللي هتترمي تروح مكان الصفر. الروتيت البيت اللي هتترمي تروح مكان الصفر. يبقى لو انا عندي ايه 3 A2 A1 A0 هعمل شيفت ليفت، الثلاثه اللي هتترمي تروح ايه جايه لي مكان الزيرو اللي هحطه. يبقى في هذه الحاله روتيت ليفت تبقى بالشكل ده A2 A1 A0 بعدين A
بدل الزيرو A3. طب روتيت رايت الناحية التانية بقى، يبقى هنا A زيرو مكان الزيرو، بعدين A3، A2، بعدين A1. طيب دي ملهاش بقى، تقدرش تقول دي multiplication أو division. ليها لازمة، ليها لازمة من ناحية ال البروسيسنج، يعني على حسب الكود بتاعك. يعني واحدة من السبورتد instructions بتاعة المايكرو بروسيسور، إنما ملهاش mathematical significance. طيب أبسط حاجة بقى نعملها إيه عشان نعمل shift أو rotate؟ لك بسيطة خالص، اعمل pass transistor يعمل باس ترانزستور لإما لو مش هتعمل شيفت البيت تخرج في مكانها، لو هتعمل شيفت ليفت البيت تروح في المكان المور سيجنيفيكانت، يعني A minus 1 اهي تروح لإيه، A I minus 1 تروح لإيه، يعني A2 تروح لـ A3، ده اللي حصل اهو في الشيفت ليفت. A0 راحت مكان A1 صح؟ يبقى هاخد الـ less significant احطه مكان الـ A اللي جنبه الـ 1 more significant bit. طب لو رايت انا بعمل عكس، باخد الـ more significant اقلل الـ significance بتاعها بواحد، يبقى هاخد الـ AI احطه مكان الـ AI minus 1 تمام. فيبقى انا محتاج 3 باس ترانزستورز بس، ما اعملش شيفت، اعمل شيفت ليفت، اعمل شيفت رايت. وبعدين لو انا محتاج احط بفر، بفر ده عشان خاطر ايه؟ اللودينج زي ما اتعلمت في الديجيتال. البفر ده عشان يمنع اللودينج، لو اللود هنا كبير هيروح يحمل على الايه الباس ترانزستور ده يخليه بطيء، احط له البفر عشان البفر ده ايه هو اللي يدي الكرنت يشحن اللود الكبير ويفرقه وما يأثرش. يبقى الباس ترانزستور شايف اللود بتاعه ايه، هو السي انبوت بتاعه الايه بتاعه البفر ثابته. ده بقى فايده البفر في اي حته، لانه يعني بيثبت اللود على اللي قبله وهو بيدي كرنت، فيقدر سبورت لود كبير بعده. ماشي، فهمنا الدايرة؟ جميل. ايه بقى المزايا والعيوب؟ اول عيب انه هيعمل شيفت 1 بت. هتقولي طب ما ده اللي احنا شوفناه هنا، اقول لك اه بس انا ممكن ابقى محتاجة شيفت مثلا 3 بتس، اعملهم ازاي؟ هتقول لي خد النتيجة ودخلها تاني وشفتها صح؟ هقول لك ماشي، بس كده انا خدت وقت اطول. طب لو انا عايز اطلع شفت بثلاثة بيتس مرة واحدة هعمل ايه؟ واحد تاني يقول لي خد الدايرة دي كررها ثلاث مرات، مرتين تانيين يعني، فيبقى دي تعمل شيفت 1 بت، واللي بعدها تعمل كمان شيفت 1 بت، واللي بعدها تعمل كمان شيفت 1 بت، يبقى انا ايه عملت الشيفت 3 بتس. يبقى لا اما اقبل ديلي زياده 3 اضعاف الديلي، لا اما اكرر الهاردوير 3 مرات ككاسكيدد ستيجز. يعني ايه كاسكيدد؟ يعني الاوتبوت يخش انبوت للي بعدها، الاوتبوت ده هو الانبوت للايه للستيج اللي بعدها. فدي تعمل شيفت 1 بت، اللي بعدها تعمل شيفت بانذر بت، اللي بعدها تعمل شيفت الثيرد بت، يبقى انا كده ايه عملت شيفت 3 بت.
طب بقى لو انت عندك يعني ALU محترمة وعندك 128 بيت وعايز تسابورت ان انت تشيفت لحد مثلا حسب بقى الانستراكشنز اللي عندك، وليكن مثلا لحد 64 بيت، هتحط 64 ستيج وكل واحدة 128 بيت، يعني اضرب 3 ترانزستور ب 128، ادي رقم، واضربه كمان في 64، لا ده حاجة صعبة، رقم كبير جدا، فما هياش efficient قوي الديزاين ده. ده حلو على قد 1 بيت بس، ما هوش احسن حاجة. فالناس فكرت طب اعمل ايه؟ فواحد فكر فكرة يعني حلوة، هي صحيح ستريت فورورد يعني بس كويس، سماها ايه؟ البارل شيفتر. سيبك ليه سماها برميل يعني هنفهم، بس ايه الفكرة؟ قال لك انا هعمل جميع الاحتمالات الشيفت بباس ترانزستور، يبقى هيبقى عندي جميع احتمالات الشيفت اللي ممكنة معمولة بباس ترانزستور. ازاي يعني؟ هنا في المثال اهو عندي 4 بيتس بتوع اهو، وعايز اعمل جميع احتمالات الشيفت رايت، يعني ما اعملش شيفت خالص، اعمل شيفت رايت 1 بيت او شيفت رايت 2 بيتس او شيفت رايت 3 بيتس. هل ليها معنى شيفت رايت 4 بيتس وانا عندي اصلا 4 بيتس؟ ملهاش معنى. طب ليه؟ اقول لك تعالى انا اهو عندي زي ما كتبنا اهو A3 A2 A1 A0، بعمل شيفت رايت 4 بيتس، هتعمل لي ايه؟ يعني A3 هتبقى بره، يبقى عند 4 0 ليها معنى؟ ملهاش معنى. طب ما اقول 0 خلاص، انا عارف النتيجه تبقى 0، يبقى مفيش معنى ان انا احط عدد الشيفت قد عدد البيتس، لازم على الاقل قده ماينس 1 عشان خاطر ايه؟ الموست سيجنفيكانت بيت تستنى. ماشي، فهنا عايزين نسبورت شيفت 0 او 1 او 2 او 3 بيتس. قال لك طيب في الاحتمال الاولاني شيفت 0 ايه اللي هيحصل؟ الاربع بيتس يطلعوا زي ما هم. ماشي، الاربع بيتس يطلعوا زي ما هم. فرسم الديزاين بتاعه بالشكل ده، ان الانبوتس تبقى خطوط بالعرض، والاوتبوتس تبقى خطوط بالعرض تحتها، ده كده الاوتبوت، ده كده الان، وده كده الاوتبوت. انسى البفر دلوقتي، احنا فهمنا فايدة البفر ليه، بس كده ايه الاوتبوتس الاربع خطوط اللي ايه اللي قبل البفر. وبعدين هعمل باس ترانزستور لكل احتمال لكل بيت. طيب لو انا مش هعمل شيفت، يبقى هوصل A3 بالاوتبوت اللي قصاده اللي هو B3 في نفس المكان، يبقى عايز اوصل السلكه دي بالسلكه دي. اعملها ازاي؟ قال لك خد السلكه اللي فوق دي، خد منها خط فيرتيكال اهو
وبعدين حط الباستر ريزيستور ده، هيوصل الخط ده بالخط ده، يبقى انا كده وصلت الخطين اللي فوق مع بعض. نفس الكلام يتكرر للثلاث خطوط اللي بعده، يبقى بس اتكرر فين؟ هنا خدت سلكة هنا ونزلت حطيت ايه باس ترانزستور ده، خدت سلكة من الخط ده ونزلت حطيت الباس ترانزستور ده وصلت هنا، وكأني وصلت ده بدأ. تمام. تقول لي عملتهم دايجونال ما عملتهمش تحت بعض، اقول لك ايه اصبر بس عشان الشكل الجمالي يعني مش اكتر. ماشي. يبقى دول مرتبطين بايه؟ شيفت زيرو، عشان كده الجيتس اللي رايحه للباس ترانزستور الاربعه دول هي شيفت زيرو سي اهو، اهو واصلين ببعض اهو. ادي احتمال، ربنا يصبرنا نشوف الايه الباقي. طب لو انا هعمل شيفت 1 انا عايز ايه 3 تروح فين؟ انا بعمل شيفت رايت يعني تروح ل less significant bit، يبقى ايه 3 تروح ل A2 ل B2، A2 تروح ل B1، A1 تروح ل B0، A0 تطير. يعني يطير يعني يخش مكانها زيرو. اوكي. طيب اعملها ازاي؟ بمنتهى البساطة اهو. A3 انا عايزها تروح لـ B2، فده الخط بتاع B2 صح؟ فاعمل باس ترانزستور اخد السلكه من A3 امدها واحط الباس ترانزستور ده، يبقى انا كده ايه وصلت A3 بعدها كده A3 اللي ماشي بالطول اهو، خدت A3 بايه ب B2، عايز ايه A2 ب B1، اجي هنا اهو امد سلك الفيرتيكال بتاعت A2 ووصلها ب B1. نفس الكلام هنا، أدخل A0 A1 ل B0 A1 أهو، يمنين أهو السلك الفيرتيكال دي وصلتها ب B0. طب ومكان B3 عايز ادخل 0 صح؟ فاجي هنا اهو مكان B3 بالسيجنال برضو اللي هي شيفت 1، احط الترانزستور ده وادخل على B3 ايه 0، خط الفيرتيكال ده 0، يبقى كده وصلت 0 بايه B3. تمام معايا ولا تهنا في حتة؟ انا ده عملت ايه؟ عملت كده A3 A2 دي اللي هي B3. الأوت. صح؟ ده اللي أنا عملته. أكرر نفس الكلام، مش هنمشي وراه بقى، لو هعمل شيفت ب2 ولو هعمل شيفت ب3.
لازم يبقى عندك القدرة إنك ترسم الشيفتر ده، زي ما يبقى عندك القدرة إنك ترسم كاري سيف وكاري سيلكت اللي درسناه، و يعني مش فاكر احنا قلنا ولا لا واحنا بنتكلم على الستاتيك فول ادر والميرور فول ادر، احنا قلنا دول يعني ايه اوت اوف ذا سكوب، مش عايزين، احنا اوريدي فاهمين ازاي نرسم ستاتيك، ف دي تعتبر من من الكورس اللي فات، فعشان كده دول مش معانا كان احنا نعرف نرسم، انما ده لازم تبقى عارف ترسم. عارف طبعا السؤال اللي بيجي في بالك هو الامتحان مش ام سي كيو، هقول لك الامتحان ام سي كيو، بس انا بتكلم على السكيلز اللي تخرج بيها من الكورس، ما اتكلمش على الامتحان. طيب حد عنده سؤال في البار لحد دلوقتي؟ طيب تعالى بقى نقيم الموضوع ده. دايما بنقيم الحاجة من ناحية الاريا، من ناحية الديلي، من ناحية الباور. اي دايرة عايز تبص فيها بص من ناحية الثلاثة دول. ومن ناحية الباور بقى في ترم دلوقتي اهم اللي هو الانرجي. ما انت ممكن تبقى سريع فتسحب باور اكتر بس بتنجز حسابات اكتر، ممكن تبقى بطيء فعشان كده تحسب، بس من ناحية الانرجي افشنسي ممكن تبقى احسن او اوحش. ايه اللي يحكمها؟ انك خدت انرجي قد ايه بير كالكوليشن. يبقى الباور برضو ايه حاجة قديمة، الباور كانوا يعني معيار عشان تقيس البطارية هتقعد معاك قد ايه كوقت، او هتعمل ثيرمال سوليوشن شكله ايه. انما لو انت بتتكلم على بقى بمسابقة انك هتبقى efficient اكتر، يبقى انت محتاج تبص على ايه power per calculation، او اللي هي ايه energy per one calculation. لازم تقسم الباور بقى على التايم كمان بديك الايه الانرجي، سوري تضربها في التايم فتديك الانرجي per one calculation. القصد سيبنا ده كلام جنرال، خلينا نبص على البارل شيفتر بتاعنا. من ناحية الهاردوير خدت كام ترانزستور؟ ده أنا عشان اعمل جميع الاحتمالات الشيفت رايت خدت عدد البت سكوير، دول 16 اهم، لما 4 في 4. طب لو كنت هستخدم ال1 بت كنت هعمل ايه؟ عشان برضو نو شيفت او شيفت 1 او شيفت 2 او شيفت 3 كنت هعمل ايه؟ هستخدم كام؟ هنا هختار رايت بس ومش هعمل ليفت، فيبقى كل بت ليها 2 ترانزستور، بس انا عايز اعمل شيفت 3 مرات صح؟ يبقى 4 في 2 ب 8 على 3 مراحل، يبقى 8 في 3 بكام؟ ب 24 صح؟ شلت انا الليفت بقى ايه؟ كل بت عندها 2 ترانزستور و 4 بت يبقى 8 و 3 ستيجز عشان اعمل شيفت 3 بتس، يبقى 8 في 3 ب 24 هنا 16، يبقى ده احسن من ناحيه ايه؟ من ناحيه عدد الترانزستورز، يعني من ناحيه الاريا اللي هي كوست. طب تعالى من ناحيه السبيد، بص هنا بين اي انبوت واوتبوت في اي حاله هتلاقي 1 باس ترانزستور، انت لا اما هتعمل شيفت
زيرو، يبقى شيفت زيرو هي اللي بوان والباقي بصفار، فكل الترانزستور زي اوف باستثناء أربعة ترانزستورز. طب لو هتعمل شيفت 3 برضو كل الترانزستور اوف باستثناء أربعة ترانزستور، اللي هو شيفت 3 ده وده وده وده. يعني في اي حاله من الحالات انت عندك 1 ترانزستور بير بيت اللي هيكونكت من الانبوت للاوتبوت، فيبقى الديلي بتاع ايه سريع. هتقول لي سريع ازاي؟ اقول لك ارسم، ودي برضو مهمه قوي ودي داخله معانا في المسائل، ارسم موديل للكلام ده. لو انا هقول مثلا شيفت 0 A3 هتوصل ل B3 صح؟ فلو انا هرسم سيركت موديل هقول ايه؟ ان بقى عندي فين القلم ثواني، A3 داخلة على باس ترانزستور، الجيت بتاعته عليها شيفت 0 وواصلة لبفر، واصلة لبي 3 ده السيركت موديل صح؟ 1 ترانزستور 1 باس ترانزستور. طب تعالى بقى انا عايز ايه وهو الترانزستور اون، عايز ريبليس ايه الترانزستور بالموديل بتاعه، وعايز احط كونسيدر البارازيتك كاباسيتانس، فا A3 واصل بيها ايه؟ A3 كسلكة ماشية كده اهو، مش واصل بيها حاجة، بعدين ماشية فيرتيكالي كده، واصل بيها ايه؟ 4 باس ترانزستورز، 1 2 3 4، كل 4 دول واصلين من ناحية بإيه؟ بإسري سلك الفيرتيكال دي إسري، فعندي 4 سي ديفيوجن بتوع الايه السورس سلاش درين بتوع الاربع ترانزستورز واصلين ب A3. وبعدين ان الترانزستور ده الاون موديل بتاعه هو عباره عن ايه؟ ار اون صح؟ ترانزستور وهو اون بيبقى كانه سويتش في ابسط الصور، اعتبره مقاومه. طيب من الناحيه الثانيه واصل بايه؟ واصل بالسلكه دي صح، قبل البفر واصل بالسلكه دي، السلكه دي عباره عن ايه؟ واصل عليها برضو ده وده وده وده، يعني واصل عليها برضو 4 سي ديفيوجن. وبعدين وصل من ناحية دي البفر. طب والبفر ماشي له برضو احط الموديل، سمي دي يا سيدي بي 3 داش ماشي. يبقى هنا ايه البفر ده عباره عن ايه؟ وليكن انفرتر ورا انفرتر صح. يبقى انا شايف ايه هنا؟ لود كاباسيتنس سي ان بتاعه البفر صح، اللي هي ايه؟ اللي هي سي جيت بتاع الايه بتاع التو ترانزستورز اللي انا داخل عليهم كانبوت، نقدر نقول كمينيمم سايز هي 2 سي جيت، واحد بتاع الان موس واحد بتاع البي موس، وراهم ايه؟ وراهم مرحلة بقى تانية صح؟
يعني دي هتبقى الدايرة زي ما هي كده. سوري تقول لي الجمع، وبعدين عندي ايه؟ عندي درايفر بتاع البفر، وبعدين ايه؟ output resistance output capacitance بتاعت البفر، R output بتاع البفر، وعندي ايه؟ C out اللي هي 2 C diffusion بتاع البفر. البفر عبارة عن ايه؟ حاجة بالشكل ده صح؟ ده سي ان، ده سي اوت بتاعته، ده كده الايه بفر. فلو انبوت كاباسيتنس، والاوتبوت له اوتبوت كاباسيتنس اهي شايفها هنا، ولو درايف ريزيستنس بيزد على ايه؟ الريزيستنس بتاعت ال ان موس او البي موس، مين فيهم اللي هيبقى شغال. فبنرسم لها موديل بالشكل ده، ستيب وراها ريزيستنس وراها كاباسيتنس. خلي بالك عشان يعني ناس كتيره قوي بتغلط وتوصل دول ببعض، دول ما يوصلوش ببعض. الانبوت كاباسيتنس كموديل ملهاش اي علاقه بالستيب ولا بالاوتبوت، نو كونكشن. اوكي طيب جميل. حد عنده سؤال لحد هنا؟ فهمت انا وصلت للموديل ده ازاي؟ ده كده A3 وده كده ايه؟ بي سر. وده ايه؟ بي سري بار او داش، مش بار يعني، ملهاش معنى بار، هي داش. اوكي مهم انك تعرف تطلع الموديل ده. طب تقدر تحسب الديلي بقى؟ واحد كده ناصح يقول لي الديلي كلنا نمنا ولا ايه؟ هو النت فصلت ولا الناس اللي هحسبه بإلمر؟ طيب شاطر إلمر، قول قول. تمام. هو السيركت الأخيرة دي ماشي، اللي هي اللي قبل اللي فيها السي إن، هيبقى فيها انا عندي اللي هي R3 ماشي. النود اللي هي بتاعت R3 دي هتبقى R3 في 4 R3 فين؟ دي اسمها R-ON. R-ON هتبقى تايمز 4 سي ديفيوجن بلس سي جيت، او السي ان بتاعت البفر يعني. انا حطيت 2 يا حبيبي، 2 سي جيت. وبعد كده هيبقى عندي النود اللي هي الاوتبوت بتاعت البفر، يعمل فيها ايه يعني؟ هتبقى الار برضو بتاعت البفر تايمز 2 سي ديفيوجن.
يعني مليني اسمك ايه؟ الاسم محمد خالد. يا محمد يا خالد، هنكتب ايه بقى هنا في الحتة دي ضيقة شوية. تمام، يبقى في الأول كده هكتب ارون. غلط، 0.69 صح؟ 69. انا كان قصدي اجيب التاء وبعد كده اضربها. ماشي، أرون ايوه. في ايه؟ في 4 سي ديفيوجن بلس 2 سي جيت. وبعدين ده مجموع بقى على ار بتاعت البفر اللي هي ار نود او الار اوتبوت بتاعت البفر في 2 سي ديفيوجن. تمام كده، اوكي يا جماعة. طيب لو انت روحت تعمل نفس الكلام دوت ليه الوان بيت شيفتر، هتلاقي الوان بيت شيفتر أبطأ، هتلاقي الوان بيت شيفتر أبطأ. مش هنضيع وقت فيه أصلا، الوان بيت شيفتر ده يعني كان فتح شهية بس، هو ما هواش حاجة براكتيكال أصلا. بس إيه، لو انت رحت جربت هتلاقيه اكبر من الرقم ده. البارل شيفتر يعتبر اسرع شيفتر، صحيح؟ ليه بقى سموه بارل؟ عشان من صف للتاني كأن السيجنالز بتتدحرج. شايف انت موصل هنا، خليني ارجع بقى بوينتر، سوري، هنا موصل شيفت 0 1 2 3، بعد كده اتدحرجت شيفت 3 جت هنا، وبعد كده شيفت 0 1 2 اتدحرجت بقت شيفت 2 هنا، بعدها شيفت 3، بعد كده 0 1. فكأن ايه، كنترول سيجنالز كده بتتدحرج زي البرميل، عشان كده سماها برميل. هو حر، هو اللي عمله يسميه براحته، اوكي؟ طيب من ناحية الباور هسيبك انت تفكر فيها بعد ايه ما ناخد التصميم اللي بعده. نقطة بس نحب نقولها هنا، الشيفت فاليو انت هتشفت بكام بت، بتتكتب في الانستراكشن كباينري نمبر. يعني لو انت هتشفت ب 3 بيتس هتتكتب 1 1 اللي هي 3، مش هيبقى عندي كنترول سيجنالز الاربعه دول كده متفرطين. ده انا محتاج ديكودر ياخد الشيفت فاليو ويطلع لي ايه، كنترول سيجنال لكل فاليو بالشكل ده. يبقى كهاردوير في كمان حتة أنا محتاجها، هي إيه، الديكودر اللي ياخد الشيفت فاليو ويطلع لي الكنترول سيجنالز الأربعة دول. فاكرين يعني إيه ديكودر؟ طبعا طيب جميل، في الحالة دي 2 to 4 ديكودر. تعالوا نشوف بقى آخر أو يعني تصميم الأظرف اللي هو اسمه لوجاريتميك شيفتر. اللوجاريتميك شيفتر قال لك إيه، أنا يعني حاسس إن البارل شيفتر عمل الموضوع أوفر شوية، فأنا هضحي شوية بالديلي قصاد إن أنا أقلل شوية من الأريا. توصل من إيه؟ إحنا بنتكلم في اليوز، بنتكلم في 64 ولا 128 ولا حتى 32 برضو كتير، يعني هيوفر كويس. قال لك انا هعمل ايه،
قال لك انا هاخد كل بيت من الشيفت فاليو وشفت بالويت بتاعها. ركز في اللي انا بقوله، هاخد كل بيت من الشيفت فاليو وشفت بالويت بتاعها. لو هي 1 يبقى هشفت بالويت بتاعها، لو هي 0 المفروض ما شفتش. فعمل مرحله لكل بيت من الشيفت فاليو، اللي سيجنيفيكانت بيت خدها، لو بوان يبقى هيشفت بوان بيت صح، يبقى هنا عمل اهو شيفت بوان بيت A3 وصلت بA2 او بعد الشيفت يعني مكان A2، A2 بقت مكان A1، A1 بقت مكان A0، وA3 دخل مكانها صفر ماشي. فحط الاربعه ترانزستورز دول، خلينا برضو نرجع للآلة. يبقى أنا عندي الشيفت فاليو تمام، في هذه الحالة S مثلا 2 S1 S0، بس هو أنا في الرسمة مش عاملهم كده، أنا مسميهم إيه؟ SH4 SH2 SH1، دي الأسامي اللي أنا مستخدمها هنا في التصميم بتاعي. فلو SH بواحد بواحد يبقى أنا هعمل شيفت بإيه؟ بوان بت صح؟ يبقى أخد A3 يروح مكانها 0 اهو، ايه هو زي ما انا رسم لك هنا، هم 8 بيتس اصلا، فعندك من A7 لحد A0، يبقى A7 هيخش مكانها 0 بعد كده تترحل لحد A1 ماشي. فاهي A1 راحت مكان A0، حطيت الترانزستور ده، و A2 راحت مكان A1 حطيت الترانزستور ده، يسري تروح مكان A2 وهكذا. طب لو البت دي بزيرو مش هشفت صح؟ يعني ايه مش هشفت؟ يعني هحط كل حاجة في مكانها. يبقى لو دي بزيرو همشي كده في مكانها على نفس الايه المستوى، A0 تروح مكانها، A1 تروح مكانها، تخليها في مكانها. يبقى خدت ايه؟ 2 ترانزستور لكل بيت صح؟ لو هشفت هشغل مجموعة، ولو مش هشفت هشغل المجموعة التانية. اوكي؟ طيب فدي هعملها مرحلة، دي 1 ستيج. اخد الاوتبوت بتاعها من غير بقى بافرز وادخله المرحله الثانيه. المرحله الثانيه مرتبطه بالبيت الثاني، خليني اغير اللون عشان ما اتلخبطش. دي لو بوان هشفت كام بيت؟ تو صح؟ معنى ان البيت دي بوان اهو، يبقى الشيفت فاليو بكام؟ 1 0 يعني كام؟ يعني 2، يبقى انا محتاج اشفت 2 بيتس. انما لو بزيرو ما شفتش، فلو بزيرو ما شفتش يعني اداني على نفس الخط. انما لو بوان اروح اشغل الترانزستور ده، وصل ايه الترانزستور ده؟ وصل البت اللي قبل اللي قبل، شوف هنا A0 ما خدش A1 ولا كده، يبقى شافت 1 بت، المفروض ياخد A2 عشان كده فعلا خد A2 و
وصلها ايه؟ مكان A0. الترانزستور ده عمل ايه؟ خد A3 وصلها مكان ايه؟ A1. الترانزستور ده عمل ايه؟ خد A4 اللي مش مرسومة وصلها مكان A2. الترانزستور ده خد ايه؟ خد A5 وصلها مكان A3. تمام؟ تمام. طب تعالى المرحلة اللي ايه؟ اللي بعدها. دي لو حطيتها ب1 هبقى محتاج اوصل، هعمل شيفت بكام بيت؟ 1 0 0 يعني كام؟ 1 0 0 يعني كام؟ يعني 4 صح؟ يعني ايه اللي يجي مكان A0؟ A4 طبعا. لا يا راجل، A4 ولا A3؟ 4 بيتس ماشي، يبقى هيجي مكان A0 ماشي، يبقى A4 مظبوط. اكتبها هنا، لو عامل شيفت 1 بيت بقت A1 مكان A0، لو 2 بيت بقت A A2 مكان A0، لو 3 بيت يبقى A3 مكان A0، لو A4 يبقى فعلا A4 مكان A0. مش محتاجة تتلخبط، أول ما تيجي تتلخبط زي ما أنا جيت اتلخبطت كده الإجابة الصح، ارجع بالطريقة الأبسط إنك تتأكد بيه، اعملها باي هاند، إنما ما ترزعش كده الإجابة. يبقى لو أنت اتلخبط امسك الحاجة لأصلها وارجع احسبها واحدة واحدة زي ما انا عملت اهو لما اتلخبطت واتأكدت ان كلام زميلك صح. طيب يبقى هنا احنا محتاجين نوصل A0 بكام؟ مكان A0 نحط ايه؟ A4. فيبقى هعمل الترانزستور ده يوصل بايه؟ اهو شايف بايه؟ 4. يبقى ده يجيب لي ايه؟ A4، وده يجيب لي كام؟ اكيد A5، وده يجيب لي كام؟ A6، وده يجيب لي كام؟ A7. يوصلهم لايه؟ بمكان A3 و A2 و A1 و A0. بعد ما اخلص احط مجموعة البفر. واحد هيسألني سؤال، طب كوني حطيت الستيجز دول ورا بعض يضمن ان لو الرقم مش واحدة بس اللي بوحايد والباقي بصفار هيطلع المجموع بتاعهم؟ يعني لو عملت مثلا، نرجع للأحمر ونشوف لون غيره، خلينا الأسود عندي shift value zero one one، هل ده المفروض يعمل ايه؟ shift بكام بت؟ three bits صح؟ يعني المفروض ايه اللي يحصل؟ عندي a seven لحد a zero تبقى ايه؟ عندي الأول ثلاث أصفار
بعدين A7 مكان A كام؟ اكتبها ولا ما؟ X 5 4 يبقى إيه مكان A4، وبعدين إيه اللي يبقى مكان A0؟ A3. ليه؟ ما أنا رميت 3 A0 و A1 و A2 سهلة، أنا برمي 3 عشان حشفي التلاتة بيتس، هرمي 0 و1 و2 يبقى اللي عندي إيه؟ A3. فتعالى كده اتأكد، هل A3 اللي هتيجي مكان A0؟ الشيفت فاليو بزيرو ب 11، سوري 1 1، يعني معناها كده ايه؟ ان دي بزيرو صح، ودي ب1 ودي ب1، يعني انهي ترانزستورز اللي هتشتغل بالنسبه لاول ستيج؟ الشيفت بت ب1، يبقى ده اللي هيشتغل وهتعمل شيفت، وهتجيب لي هنا ايه؟ هتجيب لي هنا A4 وA3 وA2 وA1 والترانزستور زي اوف. طب تاني بيت، تاني ستيج، اسف، انهي ترانزستورز اللي هتشتغل؟ برضو اللي هتعمل الشيفت هي اللي هتشتغل، واللي هتعدي في نفس المكان هتبقى اوف. يبقى انا جبت هنا كام؟ انا جايب، خلينا نمسكها من تحت، اظرف هنا في المكان ده، انا جايب ايه؟ جايب النقطة دي، النقطة دي كانت A2 صح؟ ده لو دي ما بتعملش شيفت، بس دلوقتي بقت A3، يبقى A3 هتيجي تنزل فعلا هنا صح؟ اتأكدت اهو. طب وهنا هي كانت هتاخد اللي مكان A3، بس عشان الستيج الأولانية خلت A4 مكان A3، فيبقى الستيج التانية هتاخد A4 تنزلها هنا وهكذا. طيب تالت ستيج، تالت ستيج الشيفت بت بزيرو، يعني مش هتعمل شيفت، يعني ده اوف وده اوف وده اوف وده اوف ودول اللي اون، فهاخد A3 على نفس الخط يطلع A3، هنا نفس الخط يطلع A4، نفس الخط يطلع A5، نفس الخط يطلع A6، تمام وهكذا. وبعدين البفرز، يبقى اشتغلت صح ولا لا؟ اشتغلت صح. تمام، يبقى فهمنا الديزاين بتاع اللوجاريتمك شيفتر. جميل جدا، يبقى ان انا حطيت الكاسكيدد ستيجز دول، كل واحده عملت تاثير، والتاثير الجامع فوصلت اللي انا عايزه، لان لو اول بيت عمل التاثير هيجمع على التاثير بتاع تاني بيت على التأثير بتاع تالت بت في الشيفت، ويديني التأثير النهائي مظبوط. طب تعالى بقى نقيم، ادينا فهمنا، تعالى نقيم. الاوتبوت طلع بكام ترانزستور؟ كل ستيج هتشغل ترانزستور للبيت،
لا ده لا ده ده اللي هيعمل شيفت لا اللي مش هيعمل شيفت. يبقى انا عدد الترانزستورز اللي هعدي فيهم عشان الديلي هيساوي ايه؟ هيساوي عدد الستيج. انا ابتديت بالديلي وبعدين هرجع بقى تاني للاريا. معلش يبقى الديلي عندي 3 باس ترانزستور. اول اللي هما ايه 1 4 each stage. تعالى نعمل له الموديل زي ما عملنا هناك. يبقى دي ايه ترانزستور ودي ترانزستور ودي ترانزستور وبعدين بفر. طب والكاباسيتنس على نحسب الكاباسيتنس واحد الاول. هل حد شاكك ان ايا كانت قيمه الشيفت اللي هعملها لازم هعدي في 3 ترانزستور؟ اكيد. ليه؟ لا اما في الترانزستور اللي حالي يعمل الشيفت، لا اما الترانزستور التاني اللي مش هيعمل شيفت. كل مرحله لازم اعدي في ترانزستور، مفيش مرحله هعدي بسلكه كده من غير ترانزستور. يبقى ايا كان قيمه الشيفت انا ضروري هعدي في ترانزستور في كل مرحله. طيب تعالى ما وليكن ناخد ايه A3 اهي. A3 هنا اللود كاباسيتنس فين كام على النقطة A3؟ شايفة كاباسيتنس هنا الترانزستور ده، شايفة كاباسيتنس للترانزستور ده صح؟ شايفة واصلة بحاجة تانية؟ مش واصلة بحاجة تانية. يبقى عندي 2 سي ديفيوجن. طيب جميل، هتوصل A3 بكام؟ بالنقطة دي صح؟ طيب النقطة دي شايفة كاباستنس قد إيه؟ طبعا أروح النقطة دي شايفة كاباستنس قد إيه؟ دي واصلة بالترانزستور ده والترانزستور ده والترانزستور فين؟ هنا هي واصلة فين؟ الترانزستور ده كمان واصلة كمان بالترانزستور ده صح؟ أمشي ورا السلك واصلة بأربعة سي ديفيوجن. 2 من الستيج اللي قبلها واتنين من الستيج اللي بعدها. طب هنا وصلت فين؟ وصلت بالنقطة دي صح؟ دي واصلة بكام؟ برضو 2 من الستيج اللي قبلها اللي هما دول، والمفروض 2 من الستيج اللي بعدها، بس لأنها آخر بت تحت مفيش هنا ترانزستور، هو واحد بس، عشان كده وصلت بإيه؟ بـ3 سي ديفيوجن. عرفنا التلاتة جت منين؟ عشان دي آخر بيت تحت. لو كان ما كانش آخر بيت كان زمانها إيه وصلت بأربعة. طب بعدين أدي هعدي في رابع ترانزستور في تالت ترانزستور اللي هو ده، هوصل بالنقطة دي. النقطة دي ليها لود كاباسيتنس قد إيه؟ اتنين اهو ترانزستورز، يبقى 2 سي ديفيوجن زائد ايه السي ان بتاعه البفر. يبقى اشيل البفر واحط ايه
اتنين سي جيت بتاعة البفر، وبعد كده البفر يبقى ايه؟ سورس وار اوت بتاعته وايه؟ وسي اوت بتاعته اللي هي الاتنين سي ديفيوجن. واقدر احسب الديلي صح؟ تي دي يساوي 69، واديها بقى المور. تمام، تقدر انت تحسب. محتاج نعملها لك؟ اكيد لا، احنا عارفين المور. هتاخد الاول ار اون، ناخد الشيرد باس طبعا كلهم على لاين واحد، فيبقى الريزيستنس اللي قبل مني مضروبه في الكاباسيتنس، يبقى بمسك كاباسيتنس كاباسيتنس. اول نود هنا مفيش ريزيستنس ما بتخشش معاه، يبقى الاربعه سي ديفيوجن مضروبه في ار اون، وبعد كده الثلاثه سي ديفيوجن مضروبه في اتنين ار اون، وبعد كده الاتنين سي ديفيوجن دي مضروبه في مجموعه على اتنين سي جيت، وبعدين ايه مضروبه في ثلاثه ار اون، زائد المرحله الثانيه اللي هي ليها المور ديلي لوحده اللي هو ايه؟ اتنين سي ديفيوجن في ار اون. اديني قلتها لك اهو. طيب ده اكبر ولا اللي فات بتاع البارل؟ ده اكبر. لو كتبته كده هتلاقيه وجمعت، فكيت بقى الاقواس وجمعت، هتلاقي ان ده اكبر. عظيم. عايز بس اقول حته صغيره من ناحيه الديلي قبل ما اشوف ايه الاريا. طبعا خلي بالك ايه، كل ما عندك 3 باس ترانزستور اهو، فبقى عندك 3 ار اون، فالديلي عمال يزيد. فاحيانا طبعا لو انت عندك بقى 128 هتعملهم على كام ستيج؟ على 7 ستيجز ولا 8 ستيجز؟ اوكي، يبقى عندك 7 باس ترانزستورز ولا 8 باس ترانزستورز، رقم كبير. ممكن تلاقي الديلي بتاعك بقى بطيء قوي. طب ايه الحل؟ الحل انك ممكن تحط انترميديت بافرز بين الستيجز، يعني تيجي بين الستيج دي ودي تحط بافرز، مش هتأثر حاجه، هتظبط لك ايه الديلي. هتقول لي ده الديلي بتاع البفر هيجمع، اقول لك مش مصدقني جربها. البفر بيخليك بقى ما بتجمعش المور مع اللي قبلك، بتبدا مرحله جديده. فلو حطيت بفر انت قسمت الشين بتاعت المور، زي ما خدنا في الانتر كونكت، لو عندك انتر كونكت طويل بتقسمه النص وتحط بفر وتحقق السن الديلي، بنفس الفكره كده. يبقى انا ممكن احط بافرز بين الستيجز من غير ما اثر في الحسابات وهتحسن لي الديلي. طبعا ما اجيش في مرحلتين ثلاثه زي دول واحط بافرز واقول هتحسن لي الديلي، ممكن بالعكس الديلي بتاع البفر، يعني انت بتبدا شين جديده من بعد البفر بس قصاد كده زودت الديلي بتاع البفر، ففي اوبتيمم سوليوشن في الموضوع. انا البفر اللي هزوده هيحسن ولا هيوحش؟ طيب ده بالنسبة للديلي. بالنسبة للاريا، تعال شوف عدد الترانزستورز اللي انا خدته. هنا لكل بت في الشيفت فاليو
خدت عدد البيتس مضروب في 2، عدد البيتس اللي في الوورد بتاعتي مضروب في 2. يعني كل مرحلة لو عندي N بيتس فيها 2 N ترانزستور. أوكي، يبقى كل مرحلة فيها 2 N ترانزستور. طيب عشان نقارن تعال نشوف حاجة بسيطة زي البارل. احنا عندنا 4 بيتس وبالتالي الشيفت فاليو بتتكتب في 2 بيتس، فده كان واخد 16. لو عملناه بالبارل باللوجاريتمك هيبقى كام؟ 4 بيتس في 2 ادي 8، وهيبقى كام مرحلة عندي الشيفت فاليو 2 بيتس؟ هيبقى مرحلتين بس، يبقى 8 زائد 8 ب 16. اوبا طلعوا قد بعض. تمام. طيب معلش بقى جرب ان يبقى عندك 8 بيتس. لو جربت 8 بيتس هنا هيبقى 8 في 8 بكام؟ ب 64. هنا هيبقى كام؟ 8 في 2 ب 16 زائد 8 في 2 ب 16 يبقى 32 زائد 8 في 2 هيبقى عندي 3 مراحل، صح؟ لو عندي 8 بيتس الشيفت فاليو هي 7 يبقى 3 بيتس للشيفت فاليو، يبقى عندي 3 مراحل كل مرحلة 8 بيتس، كل مرحلة بتاخد 2 في عدد البيتس ترانزستورز، يبقى دي 16 زائد دي 16 زائد دي 16 يديني ايه؟ 3 في 16 بكام؟ ب 48. يبقى ده خد عدد ترانزستورز اقل من الايه؟ من اللوجاريتمك. مش بس كده، ده كمان انت مش محتاج الديكودر، انت مش محتاج الديكودر، انت تعاملت مع الشيفت فاليو مباشرة، خدتها حطيت بس انفرتر عشان تطلع الشيفت فاليو، شيفت بار، شيفت 1 بار وشيفت 2 بار، احتجت بس ايه؟ 3 انفرترز بدل الديكودر. يبقى من ناحية الاريا اللوجاريتمك شيفتر مور افيشنت في العدد الاكبر. حد عنده سؤال لحد هنا؟ طيب جميل. في مرة بتخليه مزعجني. كده فاضل لنا الميموري. انا مش حزنه يعني مش هسخن دماغك وابتدي فيها دلوقتي، خلينا نبدا فيها المحاضره الجايه، بس اعمل حسابك ان المحاضره الجايه ممكن تطول شويه لو انت مش هتقدر تحضر يعني تكمل معايا المحاضره. معلش استاذنك ابقى اسمع التسجيل الجزء اللي ايه اللي هيفوت. كان فيه حبة حاجات بقى لوجيستكس نتكلم فيها. المعيد قال لي انتوا اتفقتوا معاه على ميعاد التو كويزز، بالتوفيق. اخر محاضرة السبت الجاي. عشان برضو كان ناس من زمايلنا او يعني متهيألي كان المندوب اللي بعت سألني هل الاسبوع اللي جاي اجازة ولا مش اجازة، فانت امتحاناتك تبدأ امتى؟
فانت كده واخد اسبوع قبل امتحاناتك ما تبدا. اوكي، فالاسبوع اللي جاي بالنسبه لك مش اجازه. اوكي طيب، هتقول لي الجدول فيه امتحانات، اقول لك يعني الامتحانات دي امتحانات الانسانيات مش الامتحانات، وانت كتالتة ما عندكش حاجه فيهم. عايزين المحاضره تبقى بدري، مش السبت، تبقى حاجه خلال الاسبوع ده، انا ما عنديش مانع، نتفق على ميعاد ونخليها بدري. بس اللي انا بفهمه لك ان كده كده في المحاضره وفي السكشن وفي المعمل خلال الاسبوع اللي جاي. طيب، شكرا جزيلا، واشوفكم ان شاء الله السبت الجاي.